بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة مختارة من كتاب نهج البلاغة مما اختاره الشريف الرضي من أثر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، خطبة له عليه السلام في من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك أهل، وفيها يصف زمان الجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، أما بعد، فذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزه التقوى عن تقحم الشبهات، وإنه لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم، فاتقى عبد ربه نصح نفسه قدم توبته وغلب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، والشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها ويمني التوبة ليسوفها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها. ألا أدلكم على الفقيه كل الفقيه؟ الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله، والعالم كل العالم من لم يمنع العباد الرجاء لرحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم ما في معاصي الله، ولا ينزل العارفين الموحدين الجنة ولا ينزل العاصين الموحدين النار، حتى يكون الرب عز وجل هو الذي يقضي بينهم، ولا يأمنن على خير هذه الأمة من عذاب الله، لقوله سبحانه وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا ييأسن لشر هذه الأمة من روح الله، لقوله سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا في علم لا فهم فيه ولا في قراءة لا تدبر فيها. هلك امرؤ لم يعرف قدره، ألا وإن الخير
كله في من عرف قدرا. أيها الناس إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا. لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. فالناس على أربعة أصناف: منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده ونضيض وفره، ومنهم المسلط بسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. قد أشرط نفسه وأوبق دينا لحطام ينتهز أو مغنب يقود أو منبر يفرع، ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا، ومما لك عند الله عوضا. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله تعالى ذريعة إلى المعصية. ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك في مراحم ولا مغدى. وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد ناد وخائف مقموع وساكت مكعوم وداع مخلص، وثكلان موجع قد أخملتهم التقية وشملتهم الذلة، فهم في بحر أجاج أفواههم ضامزة وقلوبهم قرحة، قد وعظوا حتى ملوا وقهروا حتى ذلوا وقتلوا حتى قلوا. فمنهم المنكر للمنكر بيدي ولساني وقلبي، فذلك المستكمل لخصال الخير. ومنهم المنكر بلساني وقلبي والتارك بيدي،
فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميت الأحياء. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللج؟ وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرباني من أجل ولا ينقصاني من رزق، وأفضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر. واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل واللسان فيه عن الصدق كليل واللازم فيه للحق ذليل، أهله معتكفون على العصيان مصطلحون على الإدهان، فتاهم عارم وشائبهم آثم وعالمهم منافق وقارئهم مماذق وجاهلهم مسوف مزداد، لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم. أيها الناس، عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته، فإن العلم الذي هبط به آدم عليه السلام وجميع ما فضلت به النبيون إلى محمد خاتم النبيين في عترة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله، فأين يتاه بكم؟ بل أين تذهبون عن أهل بيت نبيكم؟ يا من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة، هذه مثلها فيكم فاركبوها، فكما نجا فيها تيك من نجا فكذلك ينجو في هذه من يدخلها، والويل لمن تخلف عنهم، ثم الويل لمن تخلف. أنا رهين بذلك قسما حقا، وما أنا من المتكلفين. إني فيكم كالكهف لأصحاب الكهف، وإني فيكم باب حطة من دخله سلم ونجا، ومن تخلف عنه هلاك. أما بلغكم ما قال فيهم نبيكم صلى الله عليه وآله في حجة الوداع؟ إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما
لن تضلوا بعدي. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، حجة في ذي الحجة في حجة الوداع. ألا هذا عذب فرات فاشربوا، وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. ألا وإن أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعائي ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل غمش جهلا موضع في جهال الأمة، غاد في أغباش الفتنة، عمن بما في عقد الهدنة، قد لهج فيها بالصوم والصلاة، قد سماه الله عاريا منسلخا، وقد سماه أشباهه من رعاع الناس عالما وليس به. بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ما ارتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوار والثمر رأيه ثم قطع به، فهو من لبس قطع الشبهات في مثل نسج العنكبوت، إذا مرت به النار لم يعلم بها، إن خالف قاضيا سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، لا يعلم إذا أخطأ لأنه لا يدري أنه أصاب أم أخطأ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، فهو جاهل خباط جهلات، عاشر ركاب عشوات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، يذر الروايات ذر وريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد علي، ولا هو أهل لما قرض به، ولا يندم على ما فرط من ادعائه علم الحق، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره،
وإن قاس شيئا بشيء لم يكذب رأياه، وإن خالف قاضيا سبقه لم يأمن من صحته حين خالفه، وإن أظلم عليه أمرا اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكي لا يقال إنه لا يعلم، ثم أقدم بغير علم ثم جسر فقضى، تصرخ منه جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث وتولول منه الفتيا، ويستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بمرضاته الفرج الحلال، ويؤخذ المال من أهله فيدفع إلى أهله، أولئك الذين حلت عليهم النياحة وهم أحياء. يا طالب العلم، إن لكل شيء علامة بها يشهد له وعليه، وللدين ثلاث علامات: الإيمان بالله وبكتبه ورسله، وللعلم ثلاث علامات: المعرفة بالله عز وجل وبما يحب ويكره، وللعمل ثلاث علامات: الصلاة والزكاة والصوم، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالغلبة ويقول ما لا يعلم ويتعاطى ما لا ينال، وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة، وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه وقوله فعله وسريرته علانيته، وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان مع غيره، ويحرص على كل أمر يعلم فيه المدحة، وللغافل ثلاث علامات: اللهو والسهو والنسيان. إلى الله يشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه.
ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوبوا آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء لله فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه وتعالى دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال رجل يا أمير المؤمنين فمن نسأل بعدك وعلى من نعتمد؟ فقال عليه السلام استفتحوا بكتاب الله فإنه إمام مشفق وهادم مرشد وواضح ناصح ودليل يؤدي إلى الله عز وجل، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ذو حلاوة ومرارة، فمن طهر باطنه رأى عجائب مناظره في موارده ومصادره، ومن فطن لما بطن رأى مكنون الفطن ومكتوم الفتن وعجائب الأمثال والسنان، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلام، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتحه ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه، من ظاهر علم وباطن حكم قد أحمى حماء وأرعى مرعى، فيه شفاء المشتفى وكفاية المكتفى، فيه تفصيل وتوصيل وبيان الاسمين الأعلين الذين جمعا فاجتمعا ولا يصلحان إلا معا، يسميان ويوصلان فيجتمعان تمامهما في تمام أحدهما، حواليهما نجوم وعلى نجومهما نجوم، وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن،
فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء نيره مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون والمتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد. ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم قبلها، فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي، فقد أدركتم ورأيتم، فالزموا دينكم واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا سنته، وأعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن، فما عرفوا القرآن فالزموه، وما أنكره فردوه، وارضوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما. فعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرواد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أن ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه،
إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثتي وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حد الله فيه الحدود، وسن فيه السنن، وضرب فيه الأمثال، وشرع فيه الدين، ليبين لهم ما يأتون وما يتقون، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أعدله أمر نفسه، وجعله حجة الله تعالى على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم، وارتهن عليه أنفسهم، أتم به نوره، وأكرم به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرها إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه. فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، فانتفعوا ببيان الله، واتعظوا بمواعظ الله، واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية، واتخذ عليكم الحجة، وبين لكم محابه من الأعمال، ومكارهه منها، لتتبعوا هذا وتجتنبوا هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار
حفت بالشهوات. واعلموا أنه ما من طاعة الله سبحانه شيء إلا يأتي في كره، وما من معصية الله سبحانه شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله امرأ نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الرواحل وطووها طي المنازل. العمل العمل ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع الورع. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم، وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته، واخرجوا إلى الله مما افترض عليكم من حقه، وبين لكم من وظائفه، وأنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم. ألا وإن القدر السابق قد وقع، والقضاء الماضي قد تورد، وإني متكلم بعدة الله وحجته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته، ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها، فإن أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة. ثم إياكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها، واجعلوا اللسان واحدا، وليخزن الرجل لسانه، فإن هذا اللسان جموح بصاحبه. والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه، وإن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه. لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه
فإن كان خيرا أبداه وإن كان شرا وراه. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو نقي الرواحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من أعراضهم، فليفعل. واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول، ويحرم العام ما حرم عاما أول، وأن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله سبحانه. فقد جربتم الأمور ودرستموها ووعظتم بمن كان قبلكم، وضربت لكم الأمثال، ودعيتم إلى الأمر الواضح، فلا يصم عن ذلك إلا الأصم، ولا يعمى عنه إلا الأعمى. ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظاء، وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. وإنما الناس رجلان: متبعو شرعة ومبتدعو بدعة، ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ولا ضياء حجة. أيها الناس، إن الذنوب ثلاثة: ذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف على أي. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، والله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفره الله فمظالم العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا أجوز في ظلم ظالم، ولو كفا بكف، ولو مسحة بمسحة، ولو نطحة ما بين القرناء والجماء. فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد على أحد مظلما، ثم يبعثهم للحساب. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله تعالى على خلقه ورزقه التوبة منه، فأصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه،
فنحن نرجو له كما هو يرجو لنفسه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. القصاص هناك شديد، ليس هو جرحا بالمدام ولا ضربا بالصياط، ولكنه ما يستصار ذلك معه. فإياكم والتلون في دين الله، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل. وإن الله سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيرا مما مضى ولا ممن بقي. يا أيها الناس، طوبى لمن شاله عيبه عن عيوب الناس، وتواضع من غير من قصى، وجالس أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الذل والمسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية. أيها الناس، طوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. أيها الناس، طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سيرته وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شروه ووسعته السنة ولم ينسب إلى البدعة.